فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول في سؤاله السابق عن ليلة القدر، قصدت هل هي ثابتة في ليلة واحدة في العشر؟ الله أعلم يا أخي، ما يتعين، ما نعرف أنها في ليلة واحدة، لكن نتحرى تحري فقط. أما الجزم لا، هي محتملة من أول ليلة إلى آخر ليلة، محتملة في الشهر كله. أما أننا نجزم بليلة معينة لا. نعم.